ليه لما كنا بنبقى عايزين نذاكر ونقعد ندور على اي حاجه تهدل لنا المود، تعدل لنا الجو، نقعد نغير القلم، ننزل نشتري كشكول جديد، نغير مكان الاوضه، نقلب المكتب، كل دي كانت حاجات بنعملها عشان نعرف نحس ان احنا عايزين نذاكر. بس الحقيقه ان الموضوع كان غير كده خالص. احنا من جوانا ما كناش عندنا استعداد نفسي ان احنا نذاكر، ما كانش عندنا الاراده ان احنا نذاكر، ما كناش مرتبين نفسنا من جوه ان احنا نذاكر. كنا عمالين ندور على اي سبب خارجي بره علشان نقول ده احنا بنرتب الجو، بنهيئ الجو عشان نذاكر، ودي حاجه مزيفه، مش دي الحقيقه. بالظبط هي مشاكلنا كده. كتير بنقعد ندور على سبب المشاكل اللي احنا فيها، ونقعد نسال ده ونستشير ده، وندور على احنا ليه متعصبين، ليه حياتنا مش مبسوطه، ليه حياتنا مش سعيده. لا 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 لا، اكيد مديري اللي في الشغل هو اللي نكد عليا. لا لا لا، ده انا جوزي هو اللي راجل نكد، عشان كده حياتي مش مبسوط. انا عيالي هم سبب تعاستي في الحياه، مش مديني مساحتي في الدنيا، انا مش عارفه اخد راحتي. الحقيقه ان احنا نسبه كبيره مننا بنكون عندنا مشاكل داخليه وحاجات تراكمية، عندنا مواقف سلبية حصلت معانا مش عارفين نتخطاها، مش عارفين نبعد عنها، مش عارفين نحلها. احنا لو لقينا المشاكل دي وحطينا ايدينا عليها نعرف نحلها على طول بإذن الله. طب ازاي نعرف ان الاسباب اللي احنا بنقول ان هي اسباب المشاكل اللي احنا فيها هي فعلا اسباب المشاكل، ولا اسباب تراكميه ومشاكل حصلت عندنا قبل كده؟ مهم جدا ان احنا نقعد مع نفسنا ونتكلم معاها كتير جدا، ونحط نفسنا قدام مرايتنا الحقيقيه، ونقعد بكل صراحه ووضوح. هل السبب ده، هل مثلا عيالي دول هم السبب اللي مخليني على طول متعصبه ومتنرفزه وبعيط ومكسر في الشقه، ولا لا؟ هل زوجي ده هو السبب اللي مخليني حاسه بالاحباط، وان الحياه مش نافعه، ووجوده معايا مضايقني؟ طب لو هو مشي هل هيبقى جوايا نفس الاحساس؟ طب لو هو اتعدل مثلا، اللي هو لو انا شايفه ان هو معوج اتعدل، هل يكون المشاكل اللي جوايا دي والصراعات اللي جوايا دي بنفس الحته بتاعتها، ولا هتختلف وهتقل؟ نحاول نغير الطريقه اللي بنتعامل معاها مع الزوج او مع الاولاد، لحد لما الدنيا معاهم ومعاملتهم معانا شويه تتعدل، عشان نعرف احنا المشاكل اللي جوانا دي بسببنا احنا وتراكماتنا، ولا بسببهم هم. حاولت معاهم وغيرت طريقتي وغيروا طريقتهم، ولسه المشاكل والصراعات الداخليه موجوده، يبقى لازم اعرف ان الحاجات اللي بتقرقني وبتضايقني دي قديمه، فوق بعض ورا بعض، تراكمات لازم نصفي ذهننا منها. اول حاجه لازم تعرفي ان اللي حصل حصل، ربنا قدره وكتبه، ومفيش مجال ان احنا نغيره، خلاص قضية. حاجات واقعه تحت قضاء الله وقدره، فكان لازم ان احنا نرضى بيها. طب نعمل ايه في المستقبل، في اللي جاي؟ خلي عندك دايما يقين بالله ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك، واي حاجه بتحصل لنا لازم يكون في حكمه من وراها، لازم يكون في تعلم من وراها. اتعلمت؟ طب وحتى لو انا حاسس ان انا مفيش حكمه ظاهريه ليا، ربنا عنده الحكمه. احنا كمسلمين ومؤمنين وموحدين بالله نقول الحمد لله على قضاء الله ايا كان. دور على الركن الهادي اللي في حياتك، والركن الممتع والمبهج، وحاول تقعد فيه كتير، صاحب ناس كتير تطلعك من اي مود انت حاسس بيه، استعين بالله طبعا، وبالصلاة والقرآن والذكر، دي حاجات أساسية بتطلعنا من مود الكآبة والهم والغم، وتخلينا عندنا تسليم بقضاء الله. اشتغلوا على نفسكم كتير علشان تحسوا بالنجاح. كل ما الإنسان حس بالنجاح وإنه متميز في أي حاجة، حتى لو كانت طبخة بيعرف يعملها، هيحس إن هو مهم، واستمراريته في الحياة ليها لازمة وليها فايدة. اقعدوا مع الناس بتحبكم كتير، مهم قوي الناس اللي بتحبنا في حياتنا، عشان يحسسونا إن إحنا محبوبين ومرغوبين ومطلوبين في الحياة دي. ما ينفعش نكون قاعدين مع ناس مش طايقانا ونقول يا دي الحياة زي الفل، أكيد يعني. اهتموا بولادكم قوي اللي عندكم أولاد ومتزوجين. الأولاد حاجة مهمة جدا، بتدينا والله طاقة إيجابية، وبتدينا أمل، وعندنا حاجة عايشين عشانها. ما تسمعوش كلام الشيطان اللي يقعد يقول لكم ده أولادكم سبب التعاسة بتاعتكم، ده أنتوا لولا أولادك كنت رحت اشتغلت، أو رحت اشتغلتي، لولا أولادك كنت رحت اتفسحتي. أبدا، عمر ما في سعادة بتبقى مقترنة بعدم وجود الأولاد أو عدم وجودهم معانا في السعادة دي نفسها. إحنا سعادتنا مرتبطة بأولادنا، لازم تعرفوا ده كويس جدا. ما تخلوش الشيطان، لا شيطان الانس ولا الجن، يضحك عليكم الحته دي. خليكم عارفين ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، واعرفوا برضو ان اي حاجه مرينا بيها او هنمر بيها بيد الله، فكن بجوار الرامي تمام.